استقرار في الأحوال الجوية حتى نهاية فصل الشتاء، الأجواء مستقرة نهاية فصل الشتاء حتى نهاية فصل إن الشتاء إن شاء الله. فصل الشتاء إمتى هنقول له شكرا؟ يوم 20 مارس بإذن الله. 20 مارس قبل عيد الأم بيوم بإذن الله. تمام، هينتهي 20 مارس بداية فصل الربيع مع عيد الأم. نعم نعم. فخلال الفترة دي في تغير بقى ولا مجرد انه فصل الشتاء يخلص فخلاص؟ لا طبعا مش خلاص، مش خلاص، لان فصل الشتاء احنا بنقول عليه فصل تقلبات جوية. ايوه. وفصل الربيع عشان انتقالي بين الشتاء والصيف. نعم. بنسميه فصل تقلبات جوية حادة وسريعة. حادة وسريعة بالظبط، ده يعني الوصف الطبيعي. أيوه. لفصل الربيع. طيب. يعني خطير جدا فصل الربيع، بتسجل اعلى درجات حراره على مدار السنه في مصر في فصل الربيع. اعلى درجات حراره هتبدا بعد 21 مارس خلال الثلاث شهور بتوع فصل الربيع، بتتسجل اعلى درجه حراره على مدار السنه. طيب. بتبقى في موجات طبعا. أيه. بين ارتفاع وانخفاض درجات حراره، نشاط رياح، يعني هو فصل متقلب بشكل كبير. فعشان كده دايما واحنا في الفتره دي بنقول متابعه النشرات الجويه اللي بتصدرها الهيئه العامه للارصاد الجويه بشكل يومي مهم جدا. انا عايزه بس اقول لحضراتكم وده كنت لازم اقوله من الاول، انا مش فاكره الاسم. دكتور ابراهيم عطا. دكتور ابراهيم عطا المتحدث الرسمي كان باسم الارصاد، المتحدث الرسمي باسم الارصاد الجويه، اسم الارصاد الجويه، ووكيل وزاره يعني رئيس الاداره المركزيه للتحاليل والتنبؤات. والتنبؤات الله يرحمه، هو اللي تنبأ يا جماعه بمساله، هو اتوفى امس نتيجة أنه هو كان مريض، يعني ربنا يرحمه يا رب ويرحمه أمتنا جميعا. هو اللي تنبأ الله يرحمه بكل الأحداث اللي ليها علاقة بالطقس السيء اللي احنا عايشينها كده، مش كده يا دكتور؟ بالفعل يا فندم. تمام. هرجع لحضرتك بعد 21 مارس والربيع اللي هيقعد 3 شهور، وقلت لي أنه 3 شهور هيبقوا صعبين، مشكلة أنه هيبقى فيهم رمضان، هنتكلم فيهم بالتفصيل. بس من هنا ل 21 مارس أخبار الجو إيه؟ الجو مستقر، شبورة مائية الصبح بدري. نعم. بكرة إن شاء الله فجر بكرة هنشهد شبورة ممكن تكون كثيفة كمان. على الطرق الزراعية وعلى. نعم. مداخل ومخارج القاهرة. المسطحات المائية، مدن القناة، كل الطرق المؤدية إلى هذه الأماكن. هتشهد شبورة بعد الفجر وبتستمر معانا لغاية الساعة 9 10 صباحا. بيقل معها مستوى الرؤية الأفقية طبعا على الطرق، عشان كده التحذير الفترة الجاية لقائدي السيارات على الطرق في الصبح بدري. في الصبح بدري طبعا. تمام. إيه أستاذ محمد، المفترض انه شبكات الصرف الصحي في مصر بيبقى ليها حد معين وبعد كده ما بتستقبلش اي صرف.